لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي كل من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه، في أوامره أي بالامتثال، ونواهيه بالاجتناب، فقد أطاع الله تعالى، لكونه صلى الله عليه وسلم لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله. وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بطاعته مطلقة، فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقة ويمدح على ذلك، لأن الله عز وجل أمر بها كذلك في غير ما آية: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعته سبحانه مطلقة، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. أما طاعة أولي الأمر فجعلها تابعة لطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لم يكرر الفعل، لأنه قد يأمر ولي الأمر بمعصية، فلا طاعة لمخلوق حينئذ في معصية الخالق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذلك في حقه لأنه معصوم. الأنبياء كذلك جميعا معصومون، لذلك إذا أمروا بشيء أطيعوا فيه. يقول: وهذا من الحقوق المشتركة، فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه وتوابع ذلك، وقسم مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو التعزير والتوقير والنصرة، وقسم مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله تعالى. ومن تولى أي عن طاعة الله ورسوله، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي تحفظ أعمالهم وأحوالهم، هذا ليس من شأنه صلى الله عليه وسلم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا، كما قال الله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهكذا أيضا وظيفة الدعاة إلى الله عليهم البلاغ، وليس عليهم استجابة الناس. يقول: ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرا وباطنا في الحضرة والمغيب، فأما من يظهر في الحضرة الطاعة والالتزام، فإذا خلا بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل على ضدها، فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا مفيدة. وقد أشبه من قال الله فيهم: ويقولون طاعة، أي يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك، فإذا برزوا أي خرجوا وخلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي بيتوا ودبروا غير طاعتك، ولا ثم إلا المعصية. وفي قوله بيت طائفة منهم غير الذي تقول دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة، لأن التبييت تدبير الأمر ليلا على وجه يستقر عليه الرأي، يعني يبيتون شيئا
لا يطيعون الله عز وجل فيه ولا يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم، ينوون المعصية ويعزمون عليها والمخالفة، لذلك توعدهم على ما فعلوا فقال: والله يكتب ما يبيتون، أي يحفظه عليهم، وسيجازيهم عليه أتم الجزاء، ففيه وعيد لهم. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بمقابلتهم بالإعراض وعدم التعنيف، فإنهم لا يضرونه شيئا إذا توكل على الله واستعان به في نصر دينه وإقامة شرعه، فقال: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نتعلم من الآيتين وجوب ولزوم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته من طاعة الله، ولذلك قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ويستفاد أيضا من الآية إثبات حجية السنة، لأننا لا نستطيع طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقبول سنته وما جاء به، فالسنة الصحيحة قد أمر القرآن بالعمل بها، فطاعة الله تكون باتباع كلامه والعمل بكتابه، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالأخذ بسنته والعمل بها. وأيضا تعلمنا الآية ما عليه أهل النفاق من إظهار شيء وإخفاء غيره، فهم يظهرون ربما طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هم يبيتون ويخفون غير ذلك، عياذا بالله تعالى، فعلى المسلم أن يحذرهم. كذلك تعلمنا الآية أن الله عز وجل كاف من توكل عليه، لأنه قال: وكفى بالله وكيلا. كاف أولياءه إذا أحسنوا التوكل عليه واستعانوا به في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.